شوية عن التحاليل الطبية اللي بنعملها. هل احنا ما نعملش تحاليل ونكشف عن نفسنا غير لما الواحد يحس بتعب او اعراض معينة، ولا المفروض ان احنا نعملها بغض النظر عن وجود اي اعراض؟ طبعا التحاليل دي لها اهمية كبيرة جدا في كذا شق. اولا احنا المفروض دايما نعمل تشيك ابس عن نفسنا في اي سن من الاعمار، من الاطفال لغاية كبر السن الكبير. فالتحاليل دي بتفيدنا ان احنا نكتشف امراض ونطمن على نفسنا طول الوقت حتى من غير وجود مرض او اعراض. وكمان اما بيكون في اعراض او في بنعمل التحاليل لحاجتين، ان احنا نشخص المرض لو في مرض موجود بنشخصه، وبنتابع المرض وبنتابع وظائف الاعضاء اللي مصابه بالمرض ده. فالتحاليل احنا لازم يعني نهتم ان احنا نعملها في كل الاحوال وما نخافش. ساعات الواحد كده يبقى عنده فوبيا انه مش عايز يعرف المستخبي، ما دام الدنيا كويسه ما نعملش. لا، المفروض نعمل، لان الكشف المبكر عن اي خلل عندنا في الجسم بيفرق جدا في نسبه العلاج والشفاء عن ان احنا نكتشف الحاجات دي متاخر. اما نيجي نعمل التحاليل في حاجات معينه لازم بنبقى محضرين روحنا لها والمعمل بيعرفنا بيها. يعني مثلا اجي صايم ولا ما اجيش صايم، اكون باخد ادويه اوقفها ولا لا، هل التدخين بيأثر ولا لا، كل الحاجات دي لازم نعرفها من المعمل لانها بتفرق في النتائج. في تحليل لازم اكون صايمه، مثلا لو لازم اعمل سكر صايم، لو انا دهوني عاليه ومحتاجه اتابع نسبه الدهون والعلاج بتاع ارتفاع الدهون، فممكن نعملها من غير صيام او بالصيام. من غير صيام لو انا الدهون الثلاثية بتاعتي اقل من 400، لو الدهون الثلاثية 400 فاكتر لازم اجي صايمة 12 ساعة. هل امتنع عن التدخين ولا لا؟ التدخين بيأثر على شوية حاجات بيلخبطها لنا في التحاليل بتاعتنا، مثلا الهرمونات وتأثير التدخين على الانجاب، فده بيلخبط التدخين، بيلخبط الهرمونات الذكوره، وبيلخبط برضو الدوره بتاعه الاناث، فبيقللها وبيعرض الستات اكتر لضعف في الانجاب او في ان البيبي يحصل فقدان للجنين، وبيأثر كمان على الحيوانات المنويه وهكذا. فالتدخين له تاثيرات، ممكن يأثر برضو على السكر في الدم واسلوب عمل الانسولين وتاثيره على السكر في الدم. فعاده احنا بنفضل ان لما نقول لحد تيجي تحلل يستحسن ما يكونش بيشرب سجاير يومها، ويبقى فاهم برضو ان في والدكتور المعالج بيبقى فاهم شويه تاثير التدخين على النتائج. يجي الصبح ولا يجي في اي يوم في النهار، اي ميعاد في اليوم، ده برضو يعتمد على التحليل بتاعنا. في تحليل لازم نعملها الصبح من حدود من 8 ل 9 الصبح، وفي تحليل ما تفرقش ان احنا نعملها في اي ميعاد في اليوم. فالتحضيرات دي مهمه لانها بتاثر على نتيجه التحليل. طب احنا بقى التشيك ابس دي، هل الواحد بيعملها لما بيكبر ولا يبتدي من سن الطفوله؟ في حاجات لازم ندور عليها في الاطفال بتاعتنا، مثلا ارتفاع ضغط الدم، ده بنقيسه للاطفال عند سن حوالي 9 سنين او كده، لو طلع طبيعي خلاص مفيش مشكله. لو العائله فيها ارتفاع في نسبه الدهون في الدم، فيستحسن ان احنا نكشف عن مستوى الدهون في الدم عند الاطفال، علشان في انواع ارتفاع في الدهون بتبقى عائليه، يعني تنتشر في العائله، فيستحسن ان احنا نعملها برضو عند سن 9 سنين. لو طلعت طبيعية مش محتاجين نعيدها، لو طلعت عالية طبعا الطفل هياخد علاج ونتابعه نتابع تأثير العلاج بالتحاليل. عادة بقى عند البلوغ وبعد كده يعني في الأدلتهود بنتابع، لو أنا عندي لازم أعمل تشيك اب عن مرض السكر، خصوصا لو في العيلة الأب أو الأم عندهم سكر، يبقى لازم نعمل تشيك اب عن السكر كل سنه. لو مفيش تاريخ عائلي يبقى نكشف عن السكر كل 3 سنين، ومعاه بنقيس برضو الدهون في الدم سواء كل سنه، لو في
في العيلة ارتفاع في نسب الدهون، فده برضو بيخليني أعمل كشف عنه كل سنة، لو ما فيش يبقى كل 3 سنين. من الحاجات المهمة اللي هتتعمل إن كل الستات لازم تعمل كشف عن سرطان الثدي. ده مش بتحليل، ده بحاجة اسمها الماموجرام، وده من 20 سنة وطالع، وبرضو مهم قوي لو في تاريخ عائلي لسرطان الثدي. بعد سن 40 مهم قوي الكشف عن سرطان الثدي وعن سرطان القولون. سرطان القولون بنعمل عنه كشف بان احنا بندور على حاجة اسمها الدم الخفي في البراز، وبيتعمل منظار للقولون، والمدة بقى نعيد المنظار بعد قد ايه، والكشف بالدم الخفي في البراز دي تعتمد على نتائج المنظار الاولاني. بالنسبة للرجال فوق سن 40 بنبتدي التشيك اب بقى العادي، سواء رجال او سيدات، بنكشف عندهم على صورة الدم الكاملة علشان نشوف لو في انيميا ولا لا، ان ساعات بيبقى في درجات من الانيميا او خلل في كرات الدم البيضاء او الصفائح ما بيكونش فيه اعراض. بنكشف عن السكر زي ما اتفقنا، سواء بالسكر الصايم او بعد الاكل بساعتين، او بالسكر التراكمي، ونكشف عن الدهون في الدم. وزي ما قلت الدهون دي ممكن اعملها بصيام 12 ساعة او من غير صيام. ولازم نعمل كشف الدم الخفي في البراز مع التشيك اب ده. ده للستات والرجاله. الرجال بقى بعد سن 40 لازم نزود على التشيك اب ده الكشف عن دلات الاورام بتاعه البروستيت. ده بالنسبه للشق بتاع الكشف المبكر عن امراض من غير وجود اعراض او مرض. تحاليل بقى بنعملها فين؟ لما يكون الشخص عنده اعراض، فطبعا بيكشف عليه طبيب وبيحدد من الكشف ممكن هو شاكك في انهي نوع من الامراض، فبيطلب تحاليل لتشخيص الامراض دي. فاحنا بنعمل التحاليل المطلوبه اللي هي فعلا هتساعدنا في تشخيص المرض وتفريق مرض عن مرض والتمييز بينهم علشان نوصل لتشخيص دقيق. بعد ما بيحصل تشخيص للمرض بيبتدي المريض ياخد علاج، فلازم نتابع العلاج ده. فله كذا طريقة في المتابعة، يا يعني اما انا بشوف تأثير الدواء على المرض، يعني مثلا مريض جات له جلطة سواء في القلب او في اي حتة في الجسم، وبياخد ادوية تعلي السيولة علشان تأثير الجلطة اللي حصلت، فلازم نتابع في أدوية معينة لازم نتابعها بالتحليل ونشوف الدواء ده النسبة اللي هو بياخدها مؤدية إلى السيولة المطلوبة إن العيان ما يجيلوش جلطة تانية ولا لا. فالطبيب بيعمل التحليل علشان يعدل نسبة الدواء سواء إنه ينقصها أو يقللها حسب نتيجة التحليل. أو لو المريض عنده سكر فلازم نتابعه بتحليل السكر، زائد إن إحنا دايماً مريض السكر لازم نكشف دايما عنده على وظائف الكلى، لان من ضمن المشاكل الاساسيه اللي بتحصل لمريض السكر ان السكر بيأثر على وظائف الكلى، فلازم نتابع المريض ده انه من بدري نكتشف اي قصور في الكلى علشان العلاج يتعدل بناء على ذلك. وهكذا بقى في كل الامراض، مريض عنده خلل في الغده الدرقيه بنتابع نشوف الدواء ده بيأثر ما يحسن الوظائف بتاعه الغده الدرقيه وهكذا. مهم قوي لما بيجي نعمل التحليل ان انا بسال العيان انت بتاخد ادويه ولا لا، زي ما قلت في الاول، لان لو انا عارفه ان هو بياخد مثلا دواء للسيوله فانا بشوف هل فعلا نتيجه التحليل دي دخل في النسبه المطلوبه للعلاج للجلطه، وهكذا مثلا لعلاج الغده وللسكر وهكذا. كمان في أدوية ممكن تغير لي نتيجة التحليل، فيا إما بطلب من العيان إنه يوقفها علشان ما يأثرش على نتيجة التحليل، لكن لو هي متابعة لنتيجة العلاج فأنا بقول للعيان ما توقفش الدواء، لأن إحنا عايزين نعرف حالتك شكلها إيه وإنت بتاخد الدواء. من الأهمية العظمى بقى في التحليل التحليل اللي إحنا بنقول عليها ما قبل الزواج. من الحاجات اللي بتمنع حدوث المرض إن إحنا نعرف
التاريخ المرضي للطرفين، الزوج والزوجة المقبلين على الجواز، لأن في أمراض وراثية كتيرة، والأمراض الوراثية دي منها أنواع. يعني لو هي موجودة في الجينات، لو موجودة في جين واحد عند الزوجة مثلا ومش موجودة عند الزوج، فنسبة الإصابة للأجنة هتكون نسبة خفيفة لأنها جاية من طرف واحد بس، فبتعمل مرض خفيف أو ممكن ما يبقاش فيه أعراض. لكن لو الجين ده موجود عند الزوج والزوجة، فده بيؤدي إن ممكن يجيلي 25% من الأطفال عندهم جين من الأم وجين من الأب عندهم هذا الصفة الوراثية، فبيبقى الطفل ده مريض جامد جدا. مثلا يعني احنا من بلاد حوض البحر الابيض المتوسط، فمنتشر عندنا انيميا اسمها انيميا البحر المتوسط او الثلاسيميا، دي منتشرة في المصريين. لو اي شخص عنده جين واحد بس للانيميا دي، فما بيعيش طبيعي وما بيبقاش عنده اعراض، بنكتشفها بالصدفة لما نعمله صورة دم. لكن لو الزوج حامل للصفة دي والزوجة حاملة للصفة دي، 25% من أطفالهم هيبقوا عندهم المرض بشكل يعني ما هوش ساكت، يعني بشكل جامد، وبيبقى البيبي بعد ما بيتولد بعد كام شهر لازم ياخد نقل دم، وبيعيش على نقل الدم على فترات، وبتبقى حياة صعبة جدا ولها مشاكل كبيرة جدا. فدي من الحاجات المهمة جدا ان احنا نقدر نعمل بيها تثقيف للزوج والزوجة لما يجوا يتجوزوا، ان احنا لو الاتنين حاملين للمرض ده بنقدر ننقي الجنين السليم من الجنين اللي هيبقى مريض، ونقوم ما يخلفوش طفل عنده المرض ده بصفة واضحة. نفس الحكاية بقى لو عائلة فيها سكر، مرض السكر او ارتفاع الدهون او اي امراض تانية متوارثة، سواء كانت حاجات بتأثر على القدرات العقلية او كده، بندور على الامراض دي عند الطرفين علشان يقدروا يحتاطوا او ينظموا النسل بتاعهم بناء على نتائج التحليل. يعني احنا الناس مش مفروض تخاف من حاجة زي كده، احنا مش بنقول لحد ما تتجوزوش، لكن ممكن يتجوزوا، لكن ازاي يخلفوا طفل سليم، هي دي النقطة المهمة. طبعا بيبان برضو حاجات ممكن نكشف في التحليل ما قبل الزواج على نسب الخصوبة عند الطرفين من الهرمونات والسائل المنوي والحاجات دي، قوم يبان لو في مشاكل من الأول، ممكن برضو كل حاجة لها علاج، يعني مش هنوقف الجواز خالص. تالي كده اتكلمنا بصفة عامة عن أهمية التحاليل، ان احنا لازم نعمل التحاليل، نعملها امتى، في أنهي أعمار، بندور على ايه في التحاليل، ايه الحاجات اللي بتأثر على النتائج، وازاي نمنع برضو ولادة طفل معاق او مريض.